جوري كيفك اليوم؟ خير؟ شو القصة بابا؟ ليش عم تبكي؟ شو في اللي؟ انتو ليش متضايقين هيك؟ انا مرة متزوجة، انا تزوجته لشيفا، غوري ليكي ساندرا، ديفيا ماني شايفها. ديفيا تكون راحت تنادي لأخوها. كاران تعال. كاران وينك؟ كاران وينك؟ كمان هالمرة راح وتركني. أديتي اسمعيني، ما في داعي تدوري عليه لأنه راح. أنا قلت لك حبيبتي ما بيقدر يساوي أي شيء، هو راح وطلع من حياتنا، فلا تخافي روقي وانبسطي. أديتي ما عم بفهم شيء. كاران استنى. رجاك كران لا تروح. تاكسي واقف اذا بتريد، واقف اذا بتريد. الحق هديك السياره بسرعه. حاضر. Thank you.
بسرعة أخي، عجل شوي. تكرمي. وين اختفت السيارة؟ شو بعرفني؟ إذا بتريد روح من هذا الاتجاه. واقف واقف، هاي السيارة هون. كاران وينك؟ كل اللي كنت بدي اياه اقضي كل لحظة من حياتي معه وجنبه، الإنسانة اللي يسقط فيها أكثر من حالي واللي بحبه ومستعد وهو بعمري خانتني. أنا هلا شو قيمة حياتي من دونها؟ كسرتني وما بقدر أعيش بلاها أبدا. خيانتها دمرت لي حياتي، لهيك بدي موت. لا تعمل هيك، لا بترجعش. أخي كهران، كهران لك أنت شو عم تساوي؟ اتركيني ديفيا، بدي موت وريح حالي. من مين؟ أديتي؟ كرمال أديتي بدك تموت؟ شو علاقتك بأديتي؟ فهمني، رد علي، شو علاقتك فيها؟ كهران أنا عم بسألك، جاوبني. أديتي كانت مرتي. أنا كتير حلوة، طلع كتير حلوة. عملنا لها احلى رسمه حنة، وكل اللي بتشوفها رح تتمنى تكون مكانها. هلا لازم تعطونا اكراميه مرتبه. رح نعطيكم كل يلي بدكم اياه، بس بالاول قولي لي كتبتي اسم زوجها على ايدها ولا لسه؟ اكيد بدي اكتب لها اياه، بس هي تخبرنا اسم زوجها لهلا ما قالت لنا. طلع عليها خجلانه وما عم تحكي شيء. يلا قولي لنا شو اسمه. اديتي ليش خجلانه؟ يلا قولي. يلا كاران.